عمرك فكرت وانت بتبني شبكة او وانت شغال في مكان فيه شبكة كبيرة تربط الاجهزة وبعضها، الموضوع ده بيتم ازاي؟ انت غالبا اتفرجت على حلقاتنا اللي فاتت عن اجهزة الناس من كيوناب والخدمات اللي بتقدمها في التعامل مع الملفات بطرق مختلفة. المهم ان الشيء اللي بيربط بين الاجهزة وبين بعضها يخش تحت مصطلح الشبكة او النتورك، مش بتاعة السايبرات، وعلى العموم دي نوع من انواع الشبكة بس على سكيل صغير. فكرة الشبكة هو خلق نطاق تواصل بين الاجهزة وبين بعضها، او طريقة الاجهزة تتواصل بيها مع بعضها. الشبكة ممكن تكون اكتر من حاجة، ممكن تنقل صوت وصورة، ممكن تكون نقل ملفات، والاخيرة هي الاكثر استخداما والاكثر شيوعا بين الشبكات. عشان نقول ان عندنا شبكة او عاوزين نعمل شبكة هنكون محتاجين لشوية اجهزة، منها راوتر وسويتش، والاتنين وظيفتهم مختلفة. الراوتر فكرته انه يكون مدخلك لعالم الانترنت، بيكون فيه مودم داخلي واحيانا بيعتمد على مودم خارجي، بياخد المودم ده اكسس توكن او الطريقة اللي بيقول للشركة انه مشترك معاكي في خدمة الانترنت، وبعدها يبدا يوزع الاي بي ادريسز على الأجهزة. طبعا الراوتر كجهاز معقد اكتر من كده، انا بس بحاول ابسط الدنيا على قد ما اقدر. الراوتر مش معمول عشان يتحط عليه اجهزة كتير، لان بالاساس ده مش الغرض الاساسي منه. مش معنى كده ان مفيش راوترات مثلا فيها بورتات كتيرة. عاوز اقولك ان دورت سريعا كده لقيت راوتر فيه 24 بورت ما بين سرعتهم 1 جيجا بت و10 جيجا بت، سعره بس $13,717. فالفكرة انك ممكن تجيب راوتر يكون فيه العدد ده بالسعر ده عشان غرض معين، طبعا مش عشان الجيمينج. جهاز زي ده بيستخدم لمهام اعقد بكتير. الطبيعي ان بيكون فيه تحت الراوتر سويتش، والسويتش تقدر تعتبره ان الكوبري اللي هياخد الاي بي من الراوتر ويبدا يوزعه على الاجهزه اللي محتاجه الاي بي، ويبدا ينقل الداتا من والى الاجهزه اللي متوصله عليه. السويتش بيديك مساحه اكبر او بيديك كم اجهزه اكبر. ضيف على كده ان السويتشات ليها مواصفات زي الراوتر، بس المواصفات الاساسيه في السويتشات بتعتمد على نوعيه الاجهزه اللي عندك، او بمعنى ادق سرعه اللان بورت اللي عندك اللي بيبدا من 100 ميجا بت و1 جيجا بت، ودول الاكثر استخداما في اجهزه الكونسيومر، او 2.5 جيجا بت و5 جيجا بت وحاليا ال10 جيجا بت لاجهزه الانتربرايز، لان ده اللي بيعتمد على سرعه نقل الملفات بينها وبين بعضها في الشبكه. وخليني اوضح لك الموضوع ده اكتر بعينه من اجهزه كيوناب الكيو سويتش كيو اس دبليو 12088 سي. بعيدا عن المسمى الغير تقليدي، السويتش يعتبر اول تجربه من الشركه في عالم اجهزه الشبكات. متوقع ان ما دام بداوا بجهاز زي كده يبقى فيه احتمال نلاقي راوتر منها يكون معتمد على يوزر انترفيس اسهل وليه تحكم ادق مقارنه طبعا بالراوترات التقليديه. السويتش ده فيه منه نسختين، الاولى وهي اللي معانا ودي سعرها $525، في منه نسخه اقل سعرها $490، والفرق بين الاثنين هو عدد البورتس. طبعا انت مستغرب، السويتش ده سعره يقارب من سعر بروسيسور او سعر كارت شاشه لوحده. الفكره اننا كمستخدمين من فئه الكونسيومر ما بنبقاش محتاجين سويتش بالسعر ده، والسعر ده مش متحدد من فراغ. المبرر اللي يخلي السويتش بالسعر ده بالاخص النسخه الاعلى انه جاي بعدد 20 بورت كتوتال، والفكره مش في العدد في السويتش، لان في سويتشات موجوده سعرها اقل بكتير من الرقم ده وبتشيل اجهزه عددها اكبر. الفكره في الهاردوير الداخلي ونوع البورتس المستخدمه، او بمعنى ادق السرعه اللي بتتعامل بيها اللي هتكون 10 جيجا بت. الجهاز ده بيتقسم ل 12 بورت و8 بورت. ال 12 بورت من نوع اس اف بي بلس، وال8 بورت من نوع ار جي 45. الاس اف بي بلس نوع من انواع البورتس الاوبتيكال اللي موجوده في معظم اجهزه الانتربرايز زي السويتش اللي معانا، عشان يشتغل بيحتاج وصله معينه فيها بورت شكله معين وشكله مختلف عن نوع البورتات الار جي 45، ويتوصل من السويتش للبي سي او منه لوحده ناس زي التي اس 932. لكن في حاله ان الاجهزه اللي عندك كلها فيها لان ار جي 45 بما فيهم الناس ستورج، يبقى ما قدامكش الا الثمان بورتات الباقيه اللي بتيجي بسرعه نقل زي الاس اف بي بلس 10 جيجا بت. وعلى افتراض ان معاك اجهزه ما فيهاش الا 1 جيجا بت، هتشتغل بدون اي مشكله، وده لانه اكتر بورت منتشر حاليا. هي هتشتغل بدون اي مشكله، بس مش هتاخد سرعه اعلى من اللي البورت عندك بيطلعه او بيستقبله، يعني مش هتكون في اي استفاده طول ما في ضلع واحد ناقص من المعادله، سواء البورت اللي بيبعت او بيستقبل او الكيبل نفسه اللي لازم ما يقلش عن كات 6 اي عشان يقدر ينقل 1 تيرا بايت من البيانات في حوالي تلت ساعه. وخلي بالك ان كابلات الكات 6 كلها بتدعم ال 10 جيجا بت بس على حسب المسافه، يعني لو كات 6 انت المسافه بين السويتش والكمبيوتر ما تزيدش عن 54.8 متر، لو كات 6 اي هيدعم ال 10 جيجا بت بس المسافه ما تزيدش عن 54.8 متر، نفس مسافه النوع الاول. ولو كات 6 اي انت معاك لحد 100 متر تقريبا 10 جيجا بت بدون اي مشكله، بعد كده هيحصل داون جريد في السرعه على حسب المسافه. وهنا تيجي ميزه كمان للسويتش اسمها ان بيز، ودي ميزه تسمح انك تاخد سرعه اعلى من السرعه المتاحه في كابلات من نوع كات 5 اي، اللي هو انت ممكن تستخدم السويتش مع الكابلات القديمه بدون اي مشكله ومن غير ما تحتاج لتغيير البنيه التحتيه للشبكه عندك. طبعا السرعه بالاعتماد على المسافه بين السويتش وبين البي سي او ايا كان الجهاز المتركب عليه، بس ايا يكن
يفضل ان كل الكابلات تكون سرعتها متوافقه مع السويتش عشان ما يبقاش في اي تقصير من اي طرف من اطراف المعادله، وتستفاد بكل السرعات دي في نقل الملفات لوكالي يعني داخل نطاق الشبكه المحليه بتاعه المكتب. فهتكون محتاج ان السويتش والكابلات والاجهزه ابو معنى ادق اللام بورت في الاجهزه كلها تكون بسرعه 10 جيجا بت. لو ضلع واحد من المعادله ناقص يبقى على الدنيا الصلان قطيل، مفيش اي استفاده من السويتش سرعه وسعره. غير كده السويتش عشان يوفر كل البورتس دي وسرعه النقل ال10 جيجا بت كيوناب استخدمت عدد 3 شرايح نتورك لماكسيمم كاباسيتي للسويتش تقدر ب 240 جيجا بت في الثانيه الواحده. يعني لو كل الاجهزه متوصله وكلها بتشتغل على السويتش في وقت واحد مفيش اي ضرر من الترافيك، لانك لو خدت ال 240 جيجا بت وقسمتهم على عدد البورتس هيطلع لك 12 جيجا بت لكل بورت. والسبب في استخدام الهاردوير مع الكاباسيتي دي ان ما يبقاش الترافيك مخنوق وعلى الاد فما يحصلش داون جريد. غير كده ان مع مرور الداتا على الشرايح درجه حرارتها تعلى، وده السبب اللي مخلي فيه مراوح وهيت سينك الومنيوم بطول السويتش عشان يقلل من درجه حراره الشرايح الثلاثه وقت الضغط، والمراوح صوتها مش مسموع. ودي شايف انها نقطه مش محوريه، لانك لو كانت ليك فرصه وبصيت على سيرفر راك كامل من كل الاجهزه هو صوته مزعج جدا فبيحتاج اوضه لوحده. بس الموضوع مش بالسهوله دي، كيوناب بتقول ان السويتش فيه 12 بورت بيشتغلوا مع بعض والثمانيه الباقيين شيرد. طبعا ما انتش فاهم حاجه، ببساطه انت بتشغل 12 بورت ممكن تركب 8 اس اف بي بلس مع 4 ار جي 45 او 8 ار جي 45 مع 4 اس اف بي بلس وباقي البورتس مش هتشتغل. يعني التوتال بتاع السويتش 12 بورت مش 20 زي ما الناس هتقول من اول نظره. يبقى الملخص انك لو بتفكر تبني شبكه ضخمه وعاوز سرعه نقل ملفات عاليه انصحك بانك تفكر في حل من حلول السويتشات اللي موجوده حاليا زي الكيوناب مثلا. فسعر مقابل المواصفات اللي بيقدمها هو ممتاز جدا، البدايه اللي زي من ماركات ثانيه يا اما هتكون بنفس السعر بس عدد البورتس اقل خصوصا الار جي 45، بما انه لازال البورت الاكثر هيمنه في عالم البي سي ومعظم الاجهزه على الشبكه. السرعه اللي بيوفرها في نقل البيانات ممتازه ما دام حاطط في بالك الجهاز اللي بينقل منه واليه والكيبل والسويتش، ما دام كله بينقل بنفس السرعه فانت ما عندكش اي مشكله انك تنقل ملفات بسرعه عاليه جدا، سرعه نفسك تاخد نصها بس على شبكه الانترنت. بس كان هيكون من الافضل لو كانت المشتملات اللي جايه معايا فيها اي حاجه من ريحه كابلات الاس اف بي بلس، فانت هنا مضطر انك تحسب لها ميزانيه زياده على سعر السويتش عشان تقدر تستفيد بيها من كابلات، وخلي بالك ده العادي في كل السويتشات اللي بتدعم الاس اف بي بلس. اتنين، ان السويتش ان مانجد يعني مش تقدر تحط بوليسز معينه على كل بورت. كان ممكن يكون افضل لو كان في سيستم يراقب اداء السويتش من حيث سرعات النقل درجات الحراره، بس ده طبعا هيقع على الجهاز بتكلفه ماديه اكبر. بس نقدر نقول ان الشخص اللي غالبا او الشركه اللي هتشتري السويتش ده غالبا عندها راوتر معقد يقدر يراقب اداء كل الاجهزه بدون الحاجه لجهاز تاني، فاول خطوه من كيوناب في عالم اجهزه النتورك هي خطوه كويسه جدا. طبعا قول لنا رايك تحت في التعليقات ولايك لو حلقتنا عجبتك، وكالعاده سبسكرايب لقناه عرب هاردوير، واشوفكم في الحلقه الجايه.